ويشهد الاقتصاد الإماراتي ازدهارا مستمرا جعل منه دولة مؤثرة اقتصاديا وإقليميا ودوليا في ظل ما تحظى به من اهتمام وجهود حثيثة من قبل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا مع كل شمس تصبح بلادي، أحمد الله وعد يوم ميلادي، نعم أعتز وأقول بكل فخر إني إماراتي وهذه أول أمجادي. كل عام جديد يمر على تأسيس اتحاد الإمارات العربية يحمل في طياته حزمة من الإنجازات الاقتصادية التي تعزز الرفاه الاجتماعي لمواطني الإمارات وسكانها، حيث تعتبر الإمارات واحدة من القصص الأكثر إثارة للإعجاب اقتصادياً في القرن 21. إنها الدولة العربية الجذابة التي تنمو بسرعة هائلة وبخطى ثابتة، تطور لا ينتهي من المشاريع المبتكرة والابتكار دوماً في تنفيذ تلك المشاريع التي تجعل منها أحداثاً عالمية ينشغل بها العالم أجمع. جهود حثيثة تبذلها الإمارات لمواصلة النهوض باقتصادها من خلال تنويع موارد الدخل واستقطاب استثمارات أجنبية، إلى جانب إطلاق عدد كبير من المشاريع المشتركة مع دول إقليمية وعالمية في مجالات متعددة أبرزها الصناعة والعقار والطاقة. ولطالما توجت هذه الجهود باجتماعات مع اللجان الوزارية الاقتصادية لدول المنطقة، ما يعكس أهمية اقتصاد الإمارات إقليميا ودوليا، وكذلك يترجم مدى ثقة هذه الدول في الاقتصاد الإماراتي. التصميم وحسن التخطيط هدف واضح تمكن من خلاله الاقتصاد الإماراتي من تحقيق معدلات نمو إيجابية، والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم، ما جعل الاقتصاد الإماراتي يشغل المركز 31 عالمياً والثاني عربيا في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال عام 2016. وفي إطار الحديث عن اقتصاد دولة الإمارات العربية، لابد أن نتطرق للاقتصاد المعرفي والتي كانت الإمارات سباقة فيه في المنطقة من خلال ضخ استثمارات ضخمة في نموذج الاقتصاد المعرفي، تمثلت في بناء أول مجمع للمعرفة في المنطقة من خلال مدينتي الإنترنت والإعلام وقرية المعرفة، في سعي منها لتحويل اقتصاد التجارة إلى اقتصاد معرفي ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات، الأمر الذي يعود بالنفع محليا وإقليميا. إنجازات الإمارات منذ تأسيسها تكمن في التغيرات الهيكلية التي شهدها اقتصادها وجعلتها نموذجاً للعيش الكريم والاستقرار والتقدم الذي يزداد مع كل عيد للاتحاد.